بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وفي فرص لأمطار خفيفة على مناطق من شرق القاهرة ومائل للحرارة على شمال الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على كافة الأنحاء، والنهاردة في فرص لأمطار خفيفة على مناطق من شرق القاهرة والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، قد تكون كمان متوسطة على مطروح. كمان في فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشرقية ووسط سيناء. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيكي، وطمنينا النهاردة على أخبار الطقس، وهل في أمطار يعني ممكن تعطل أي حاجة في يومنا ولا لا؟ خلينا نطمن كل السادة المشاهدين، احنا اليوم بنشهد أجواء خريفية مستقرة على أغلب مناطق الجمهورية. الكتل الهوائية معظمها كتل هوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط، بزيادة لفترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار. هنحس بالأجواء المعتدلة تماما خلال فترات النهار على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، أجواء مائلة للحرارة على محافظات شمال الصعيد، أجواء حارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده طبعا خلال فترات النهار مع سطوع أشعة الشمس. لكن فور غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل هنلاحظ الفرق الكبير في درجات الحرارة من فترة النهار وفترة الليل، بيوصل الفرق ده ل 10 و12 درجة بعض المناطق، أجواء مائلة للبرودة على كافة أنحاء الجمهورية، ويمكن الملحوظ خلال هذه الأيام الانخفاض في درجات الحرارة فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر، بالإضافة كمان فرص الأمطار اليوم غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية، هي طبعا فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من محافظات السواحل الشمالية، شمال الوجه البحري، أيضا مدن القناة، تبتدي كمان لبعض المناطق من الكبرى، ويكون أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة. طيب بنشكرك، شكرا جزيلا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. نبدأ بالقاهرة الكبرى، العظمى فيها 25 والصغرى 17، العاصمة الإدارية العظمى 25 والصغرى 17، اسكندرية 24-17، العالمين الجديدة 24-17، مطروح 21-15، دمياط 25-19، بورسعيد 25-20، الإسماعيلية 25-16، السويس العظمى فيها 26 والصغرى 17، العريش 26-17، كاترين 18-9، طابة 25-19، حلايب 28-21، شلاتين 30-21، شرم الشيخ 28-20، الغردقة 30-20، الفيوم العظمى فيها 26 والصغرى 17، بني سويف 26-15، الوادي الجديد 27-12، أسيوط 26-13، سوهاج 27-13، قنا 30-17، الأقصر 29-15، وأسوان العظمى 30 والصغرى 18. ودلوقتي نرجع مرة تانية لأحمد وبسنت، نكمل معاهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا لميا، وشكرا طبعا لدكتورة منار غانم كمان موصول.